مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من داخل المعرض ومعرض الشهر الكريم في مدينة المكلا في حضرموت. هذا المعرض الذي يقام من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالتنسيق مع القطاع العام والقطاع الخاص. هذا المعرض الذي سهل الكثير والكثير لكل الزوار ولأهالي المكلا وأسر حضرموت بالأسعار الأقل عن السوق المحلية لكل منتجات واحتياجات ومتطلبات الشهر الكريم. نقول لكل المشاهدين رمضان مبارك عليكم وأعاده الله علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات. لن أطول عليكم الكلام، دعونا الآن نتجول في أركان هذا المعرض ونرى من هو راعي حلقة لهذا اليوم، والذي بيكون جزء بسيط من أو جزء من نشر السعادة. لذلك هيا بنا مشاهدينا ودعونا نبدأ جولتنا في معرض الشهر الكريم. أمام معرض أبو سلطان للإلكترونيات، والذي بيكون الجزء الكبير وليس البسيط كما ذكرنا في السابق، الجزء الكبير لنشر هذه السعادة للزوار ومرتادي معرض الشهر الكريم. نحن الآن من أمام هذا الركن، وأيضا معنا الأستاذ أحمد الزبيدي مالك معرض أبو سلطان للإلكترونيات. كيف حالك أستاذ أحمد؟ الحمد لله. رمضان مبارك عليك. على الجميع إن شاء الله. أستاذ أحمد، أولا عرفنا على معرض أبو سلطان الإلكترونيات، إيش العروض اللي متواجدة معك في المعرض؟ نحن العروض إلكترونيات، وعروض سوينا عروض من 25% 20% في أقل في أكثر الخصومات على بعض البضايع، والحمد لله في إقبال من الزباين وأسعار مناسبة ما شاء الله. زي ما شفنا نبايات طبعا مع الاستاذ احمد بعض الاشياء، ففي فارق سعر كبير ما شاء الله عليك. طيب استاذ احمد، هذه مشاركتك الاولى ولا شاركت في السنه اللي فاتت في معرض الشهر الكريم؟ لا، المشاركه الاولى في المكلا، ولسه فاتحين جديد بالمكلا لنا 3 اشهر. نحن فرعنا الرئيسي بسيوه من 5 سنين 6 سنين تقريبا. ما شاء الله، ربي يفتح عليك ان شاء الله، ونشوفك ايضا في السنوات القادمه في المعرض، معرض الشهر الكريم. ما شاء الله، يعني عندك اغلبيه احتياجات الشهر الكريم لسته البيوت. ايش اللي حابب انك تشوف، او عفوا ايش اللي تشوفه من الزوار له اقبال كبير عندك؟ والله تقريبا كله، لانه كله للسته للمطبخ، تكمله المطبخ لل شايف انه في اقبال كبير بالمواد الالكترونيه؟ الحمد لله، انا في المعرض خاصه اقبال كبير. ايش رايك اجمالا في معرض الشهر الكريم؟ كثير الحمد لله، في اقبال وفي زوار كثير ما شاء الله، والسنه هذه افضل تقريبا حسب ما اسمع. الله يحفظك استاذ احمد، طبعا شرفتنا ونورتنا اليوم، ويعني على راسنا انك اليوم انت بتعطي سعاده وبتصنع معنا السعاده لكل اهالي حضرموت في حلقه اليوم، ونقول لك شكرا لك. واخر كلمه حابب انك تقولها لكل المشاهدين بمناسبه الشهر الكريم. اشكرهم واشكرهم، ونقول لهم كل عام وانتم بخير ورمضان كريم ان شاء الله على الجميع. علينا وعليك ان شاء الله استاذ احمد، وتحياتنا لك، وربي ان شاء الله يوسع رزقك من حيث لا تحتسب. تحياتي. اذا مشاهدينا الكرام، هذه كانت دردشه بسيطه مع مالك معرض ابو سلطان للالكترونيات، والراعي الرسمي لحلقه اليوم، واللي بينشر معنا السعاده في حلقه اليوم لكل الزوار. اذا خلونا الان نتجول وماذا ننشر السعاده. تعرف على اسمكم الكريمة؟ اسمي صفاء محمد اسماعيل. صفاء محمد اسماعيل. صفاء محمد، يا هلا. وانت؟ مروة اسماعيل. مروة خوات ما شاء الله، يا هلا. من وين؟ من اي منطقة؟ من هنا من انشات. انشات، جيتوا المعرض؟ ايوه.
طيب بسألكم سؤال إن شاء الله تعرفوا تجاوبوا عليه. سؤالنا يقول: هي لوحة عالمية مشهورة لامرأة للفنان العالمي دافنشي، وتوجد في متحف اللوفر في فرنسا. لوحة معروفة جدا. المانيوليزا. المانيوليزا على حسب اسم انت. قالت المانيوليزا. ما اعتقد يعني شيء وقتها. وانت؟ يمكن هو كذا. ايش اسمه؟ ماني متأكدة. لا تذكري الاسم. مانيوليزا. مانيوليزا مانيوليزا كذا يعني يمكن. الموناليزا فعلا إجابة صحيحة، هي اللوحة المتواجدة باللوفر في فرنسا للفنان العالمي دافنشي. ألف ألف مبروك عليكم وفرحوا ست البيت. عطتوا لنا هدية العيد الأم؟ أه؟ عطتوا لنا هدية العيد الأم؟ لا لا ما الأم عندي أصلا يعني ما عطتوها شيء هدية. هدية للعيد ولرمضان ولكل حاجة. ألف ألف مبروك عليكم. إذا مشاهدينا الكرام ألف ألف مبروك عليهم، والفرحة فرحتين لهم والوالدة، الجائزة المسلمة من الراعي الرسمي أبو سلطان للأجهزة. دعونا نستكمل حلقتنا أو زيارتنا. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. أخبارك؟ تمام الحمد. نتعرف على اسمك، ليش بعدت الجاهل؟ لا لا ما فيش داعي أصلا. ليش الجاهل؟ لا لا شكرا. أنا إيش اسمك طيب؟ اسمي لولو سالم. لولو يا هلا يا هلا لولو، رمضان مبارك عليك. من أي منطقة؟ أنا من سيئون بس ساكنة حاليا في المكلة في الديس. الديس هلا وسهلا بأصحاب سيئون وأصحاب الديس. أسألك سؤال إن شاء الله تعرف تجاوبي عليه وتلاقي معنا جائزة مقدمة من أبو سلطان الإلكترونية، تشوفيها على جوائز قيمة؟ أيوه إن شاء الله. إيش معك في البيت عطلان؟ والله الحمد لله كل شيء صالح. كل شيء عطلان؟ لا لا كل شيء صالح. ها يعني مش ضروري الهدية؟ لا لا والله يعني مين ما يحب الهدية. إذا ما نقول بسم الله. سؤالنا يقول: أين توجد منطقة جاذب؟ إيش منطقة؟ جاذب. هي في اليمن. أتوقع في المهرة أو تقريبا. ليش ما تكونش في سقطرة؟ ما أدري لأني سمعت عنها يعني مش قريبة علي. مهرة ولا سقطرة؟ أنا أساعدك يلا. لا لا في المهرة، خليني على جوابي. فعلا منطقة جاذب توجد في المهرة. ألف ألف مبروك عليك، جائزة مقدمة من أبو سلطان للإلكترونيات. عليك بالعافية إن شاء الله، الله يحفظك. كلمة للناس كامل. والله صراحة نشكر تمام رمضان. تمام أول شيء رمضان مبارك عليكم مقدما، وكل سنة وأنتم بخير والله يعطيكم العافية يعني. الله يعافيك إن شاء الله، ألف ألف مبروك عليك. تشاركي ونقول لك ليش لا. اسمك الكريم؟ خولة محمد بن حيدرة. اسمك؟ خولة محمد بن حيدرة. خولة يا هلا بخولة. خولة من أي منطقة؟ من المكلة. من المكلة هلا والله، رمضان مبارك عليك. نسألك سؤال وإن شاء الله تفوزي معنا بجوائز من أبو سلطان. إن شاء الله يا رب. إيش معطل عليك في البيت؟ عندي أشياء كثيرة. أشياء كثيرة، الدنيا كلها معطلة معنا. إذا نقول السؤال: من هو الصحابي الذي اقترح على أبو بكر الصديق أن يجمع القرآن؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب. متأكدة أنه مش عثمان؟ عمر ولا عثمان؟ عثمان. خليك متأكدة. عمر ولا عثمان؟ عثمان من عفان. متأكدة؟ عثمان ولا عمر؟ شتتيني. يلا خلاص خليك متأكدة من إجابتك. عمر ولا عثمان؟ عثمان. عمر. يلا آخر مرة. ها. عمر. عمر. انتبهت. انتبهت. فعلا عمر بن الخطاب، لا تخلي حد يشكك في اجابتك مهما كان. الف الف مبروك على الجائزه مقدمه من ابو سلطان للالكترونيات. مشاهدينا الكرام دعونا نتجول لننشر السعاده في كل اكان معرض الشهر الكريم. مشغول بايش؟ مشغول بالدقيق، بغينا حساب. مشغول بالجوال، ايش تحسب؟ نحسب على الدقيق، كم دقيق وكم رز وكم بحسب على كل شيء. جينا له فجأة وهو بيحسب ولسه ما سكت. شوف احنا معنا مقابلة، نتعرف على اسمك. اسمي صالح علي عبد المانع. هلا استاذ صالح، من اي منطقة؟ وانت اسمك من؟ اسمي سمية سمير. عبد المانع هاجر، وادي هاجر. وادي هاجر عامل مكلة؟ ايوه. هلا انا ما اعرفش المناطق كثير، اعذرني. طيب ايش رايك بالمعرض واسعار المعرض؟ المعرض اسعار بالنسبة للدقيق والرز مناسبة، في اسعار ثانية غالية. لا ان شاء الله، خليك على الدقيق والرز هو الاساس. طيب بنسالك سؤال واذا جاوبته ان شاء الله بتكسب معنا جائزه وفرح فيها البيت والمدى. ايوه ايوه.
المدام كيف يعني امورك حلوه معها؟ الحمد لله. زعلانه؟ لا تمصاب ما تزعل. زعلتها؟ ما زعلها ولا زعلها ولا زعلها. اليوم روح بهديه ان شاء الله يا رب، روح اليوم بهديه ان شاء الله. طيب سؤالنا يقول ما هو العلم الذي يوجد فيه خمس حلقات؟ علم علم الجمهورية. ما في باش خمس حلقات، فين الحلقات؟ حلقات ايه؟ هو السؤال كذا حلقات دوائر. حلقات دوائر. حلقات دوائر ايه؟ وضح لنا شوية كذا. أكثر من كذا ما أقدرش. خمس حلقات. أغرد لنا سائل ثاني غري. شكرا أستاذ صالح، للأسف الشديد. نشوف حد آخر. أستاذي شارك معنا ماشي؟ شارك معنا؟ شارك معنا؟ طيب تعرف ولا اسمك الكريم؟ محمد بارشيد. محمد؟ بارشيد. يا هلا وسهلا بالاستاذ محمد بارشيد، من اي منطقة؟ من مكلا، من الديس. الديس، يا هلا، هذا ابنك؟ ايش اسمك؟ من اسمك؟ اسمك؟ رشيد. رشيد. يا حي برشيد، ما شاء الله ربي يحفظه. رمضان مبارك يا رشيد. قول علينا وعليك. بسألك سؤال إن شاء الله تجاوب معنا وتكسب جائزة مقدمة من أبو سلطان للأجهزة الإلكترونية إن شاء الله. فرح المدام يعني قبل رمضان عشان تعمل لك سمبوسة حالية. طيب السؤال يقول ما هو العلم الذي يوجد به خمس حلقات؟ العلم اللي يوجد به خمس حلقات؟ الهند. لا للأسف الشديد، للأسف الشديد. شكرا شكرا لك أستاذ صالح. شارك معنا يا عمي، شارك. نقول بسم الله. ايش اسمك الكريم؟ عبد الكريم محمد عبد السلام. عبد الكريم محمد عبد السلام، يا هلا. من اي منطقه؟ انا من الديس. من الديس، هلا. انت ام من يا خاله؟ انا ام خالد. ام خالد، هلا وهلا ومرحبا والله. منورين، رمضان مبارك عليكم. امين علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. امين يا رب. معنا سؤال ان شاء الله تجاوبوا عليه تكسبوا معنا جائزه من ابو سلطان الالكترونيات. سؤالنا يقول ما هو العلم الذي يوجد به خمس حلقات؟ علم الأولمبيات. متأكد؟ أيوه. ليش ما يكونش بلد من البلدان؟ إيش معناه؟ علم حق الأولمبيات الرياضية. الله عليك، تحية يا جماعة. اسمع اسمع صديقة. أيوه الله عليك الله عليك، ألف ألف مبروك. كيفك أنت والمدام؟ أموركم حلوة باينة. الحمد لله. الحمد لله. وهذه هدية قدمها للمدام، والله الله فيه يا خالة برمضان. يعطيك العافية. الله الله. ايوه. رمضان ايش يقولون الناس في مناسبة رمضان؟ يقولون كل شهر مبارك وكل عام وانت بخير. وانت؟ كل شهر مبارك وكل عام والجميع بخير ان شاء الله. انتم بخير، اهل البركة. واستقرار ان شاء الله. امين. نورتونا ورمضان مبارك عليكم. سلام. مشاهدينا الكرام ومعنا احدى الزائرات، نتعرف على اسمك الكريم؟ ام محمد. ام محمد، هلا. وانت؟ أم حسين. أم حسين، خوات ولا؟ خالتي أم زوجي. لا ما شاء الله، إن شاء الله عليكم رمضان بالخير والعافية يا رب. أسألكم سؤال وإذا جاوبتم بتكسبوا معنا آخر جائزة وتكون ختامها إن شاء الله مسك عندكم. إن شاء الله. جاهزة؟ إن شاء الله. سؤالنا يقول ما هو الحيوان الزاحف الذي يمتلك حاسة الشم بلسانه؟ الأفعى. الأفعى. ثعبان. قصدها ثعبان. فعلا إجابة صحيحة، ألف ألف مبروك عليكم. فعلا هو الثعبان. أنا أحاول أنقص صوتي عشان ما أعرف الإجابة أو ما أعرف السؤال ويقصوا ينتشر الإجابة. إذا ألف ألف مبروك عليكم، جائزة مقدمة من أبو سلطان للأجهزة الإلكترونية. افرح إن شاء الله وعليكم العافية رمضان، وإن شاء الله كلمة أخيرة لكل الناس اللي تشوفك برمضان. كل عام وانتم طيبين، ان شاء الله رمضان كريم ومقدما ان شاء الله يا رب. تحياتي لكم. اذا مشاهدينا الكرام كان ختامها مسك مع ام محمد وزوجة ابنها ايضا من هنا من معرض الشهر الكريم في المكلا حضرموت. نحييكم ونتامل ان نلقاكم في حلقه جديده بخير وعافيه. الى اللقاء.